مساء الخير. قتلى وجرحى بانفجار في مسجد في بنغازي الليبية اليوم بعد أن دخل انتحاري مسجد أبو هريرة وفجر نفسه وفق مصادر. حصيلة ضحايا الهجوم المسلح شرق العراق ترتفع إلى 9 قتلى وجرحين. الهجوم استهدف صالون حلاقة ومحل تجارية في محافظة ديالى شرق العراق أمس. في هذا الإطار تبدأ القوات الأمنية عملية دهم وتفتيش للبحث عن منفذي الهجوم الذين فروا إلى جهة مجهولة. المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أفغانستان يقول إن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان، لكن التطورات الجارية في أفغانستان تحول دون إجراء حوار. أما كابول فقالت إنها ترفض إجراء محادثات سلام مع طالبان. مجلس النواب الأمريكي يقر الميزانية وينهي حالة العجز في المؤسسات الحكومية التي أوشكت أن تعانيها للمرة الثانية خلال 3 أسابيع بعد أن أرسل القانون للرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وإنهاء هذا العجز.